to the third international round of Upper Egypt Retina Meeting. Imagine an event where ophthalmologists come from all around Egypt and from different countries all together to educate, explain, share experiences, and network. 7 international speakers, 250 elite Egyptian ophthalmologists, over 70 lectures, 2 panel discussions, all in one room to demystify medical and surgical retinal challenges with new innovations and demonstrated techniques. في السنوات الأولى اللي كنت بعمل فيها المؤتمر ما كانش فيه جراحين شبكية في الصعيد تقريبا. وكان جراحين شبكية بمعنى جراحين شبكية دارسين وفاهمين وبيشتغل. حسيت ان احنا محرومين، حسيت ان احنا قليلين. ليه ما نشاركش نجيب الشباب ده ونعلمه؟ ليه ما نجيبش الناس اللي عندها خبرة اللي بتشتغل شبكية ونجيبها وتخلي الناس الصغيرة تشوفها وتتعامل معاها؟ وبعدين قلت طب ليه ما نجيبش الأجانب اللي عند المصريين ونتبادل معاهم الخبرات، نتبادل معاهم التجارب وننقل خبرتهم لشبابنا الصغير اللي هو ممكن يتعلم شبكية. I really enjoy with sharing my experience with our with the Egyptian colleagues. Actually, I traveled Egypt for during the last 10 years almost every year because of the invitation of the scientific organization in the field of ophthalmology. المؤتمر الحقيقة المستوى المناقشات والأبحاث المقدمة ما بتقلش بأي حال من الأحوال على أي مؤتمر دولي أو أوروبي بيناقش نفس المواضيع، بالإضافة إن كل الجديد اللي حصل على مستوى العالم في خلال السنة دهيت تم بحثه ومناقشته، ده بيؤدي إلى نقل الخبرة للمصريين اللي موجودين داخل مصر واللي ما بتفتحش لهم فرصة للسفر للخارج. I'd like the most of this meeting the variety of the topics. It's very interesting to be able to listen to all these clinical cases with a great experienced surgeons. الحقيقة المؤتمر السنة دي كان متميز بالحضور الكثيف من الأطباء، من حوالي 400 طبيب حاضرين، وبقوة المشاركة العلمية للأطباء سواء من داخل مصر أو من خارج مصر. الحقيقة المؤتمر تناول كذا جزئية، يعني أخذ الشبكية من ناحية الطبية العلاجية زي أمراض السكر، أمراض ضغط الدم، من الفحوصات الجديدة اللي حصلة في الشبكية أحدث حاجة، أنواع الجراحات المتعددة في الشبكية، وكان يمكن التركيز أكثر على الأمراض الموجودة في الصعيد أكثر. I think it's a great meeting. I would like to thank for the invitation and I am very happy to be in your lovely country. مؤتمر ناجح بجميع المقاييس، الزملاء اتكلموا كل واحد في تخصصه الدقيق، وطلعنا طبعا بنتائج كتيره قوي ان احنا كل ما بنشخص احسن، كل ما بنلحق العيان بدري، كل ما بنقدر نعالجه احسن، كل ما بنلاقي النتائج احسن. This meeting was a very great success starting from choice of the venue. Such a beautiful city, such a beautiful hotel. خلال اليومين دول تعرضنا للجديد في علاج الشبكيه وامراض العيون. سعدنا بوجود مجموعه من الدول الاوروبيه معانا للمشاركه بالابحاث والمشاركه بالاوراق اللي تداولت خلال المؤتمر. ناقشنا كل ما هو جديد في ابحاث الشبكيه، ودي فرصه كويسه ان نقدر نتداول كل ما هو حديث في العالم ويطرق، وايه هي التقنيات الحديثه لعلاج امراض الشبكيه والسكر والامراض الشيخوخيه وكذلك امراض الانفصال الشبكي في الاطفال.